طاب مساؤكم ومرحبا بكم إلى عناوين نشرتنا الرئيسية من الموريتانية. رئيس الجمهورية يجري مباحثات مع نظيره الفرنسي في باماكو على هامش مشاركته في القمة الطارئة لمجموعة الخمس في الساحل. فرنسا. رئيس الجمهورية يشارك بباماكو في قمة استثنائية لمجموعة الخمس في الساحل. تناقش ملفات القوى العسكرية المشتركة على توحيد جهود المجموعة في مجال مكافحة الإرهاب. وفي ملف النشرة لهذه الليلة تتابعون: خريف العاصمة، موسم الهجرة إلى الداخل. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ هذه النشرة بنشاطات رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز، حيث غادرت سيادته مدينة باماكو مساء اليوم متجها إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ذلك للمشاركة في أعمال الدورة 29 العادية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. ودع رئيس الجمهورية في المطار من طرف أخيه وصديقه السيد الحاج إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي الشقيقة، محاطا بأعضاء حكومته، إضافة إلى سفيرنا في باماكو سعادة السيد محمد والمكحلة وطاقم السفارة. وكان رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز قد أجرى بعد ظهر اليوم في باماكو مباحثات مع نظيره الفرنسي السيد إيمانويل ماكرون، ذلك على هامش مشاركته في القمة الطارئة لمجموعة الخمس في الساحل وفرنسا التي احتضنتها العاصمة المالية. تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، السبل الكفيلة بتطويرها، والوضع في المنطقة الساحل، ورؤية دول مجموعة الساحل لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. جرت المقابلة بحضور السيد جالو مامادو باتا وزير الدفاع الوطني والسيد أحمد الباهية مدير ديوان رئيس الجمهورية. وكانت العاصمة المالية باماكو قد احتضنت اليوم قمة استثنائية لمجموعة الخمس في الساحل، ذلك بحضور رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز ونظرائه المالي والنيجيري والتشادي والبركنابي، بالإضافة إلى الرئيس الفرنسي. حول أشغال ونتائج هذه القمة نتابع ورقة المبعوث الخاص لقناة الموريتانية محمد تقي الله الأتام. في شهر فبراير من السنة الجارية اتفقت الدول الخمس على مبدأ إنشاء قوة حدودية مشتركة قوامها 5000 رجل، ودعت حينها الشركاء إلى المؤازرة والعون في مسعى المطاردة والتضييق على الإرهابيين. واليوم تشهد باماكو قمة استثنائية تعلن عمليا ميلاد القوة العسكرية المذكورة. رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز حضر إلى جانب رؤساء مالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو وفرنسا افتتاح القمة الاستثنائية لرؤساء مجموعة دول الساحل الخمس بدعوة من الرئيس الدوري الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدد حرص فرنسا على تأكيد التزامها الثابت بمحاربة الإرهاب ودك حصون العدو مهما كان الثمن، وأضاف: إننا لا نعيش حربا بالمعنى المألوف للكلمة، إذ يتعلق الأمر بمواجهة لصوص ومهربين وقتلة تقتضي منازلتهم قدرا كبيرا من التضحية والتعاون والحزم. ونوه ماكرون بإنشاء القوة المشتركة التي ستزيد من فاعلية ونجاعة أداء البعثة الأممية وقوة برخان. وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن المقاربة العسكرية ينبغي أن تكون إحدى مكونات منظومة شاملة تضع في الحسبان تحريك الملف السياسي وتفعيل التعاون التنموي ومتابعة جهود المصالحة والاهتمام بتطلعات الشباب. واستطرد إيمانويل ماكرون قائلا إن نسبة 50% من ميزانية فرنسا المخصصة للدعم والتعاون العسكريين هي الآن من نصيب دول الساحل الخمس، إدراكا لحجم التحدي وإسهاما في إنجاح خيار المواجهة. بدوره ذمن الرئيس المالي الرئيس الدوري لمجموعة دول الساحل الخمس إبراهيم بوبكر كيتا نجاح القمة في الانتقال إلى المرحلة العملية الكفيلة بفرض الأمن والاستقرار الضروريين للشروع في تذليل التحديات التنموية العديدة الواقفة في وجه رقي وتقدم دول المنطقة. التحدي الأمني على بساط البحث،
والانشغال الأبرز لضيوف باماكو المحتفين بإنشاء قوة عسكرية مشتركة مدعومة من قبل مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن الأممي وكذا الاتحاد الأوروبي. البيان المشترك للقمة حي الدور البارز الذي لعبته فرنسا في تسريع خطوات التنسيق والموافقة على صهر ودمج المسعى الأمني المشترك، مبينا في الآن ذاته تلازم المسارات العسكرية والسياسية والتنموية المتمثلة في إنشاء قوة مشتركة وتفعيل اتفاق السلام والمصالحة بمالي طبقا لتوصيات مسار الجزائر وإثراء المبادرات ذات الصلة بالتعليم ومختلف أوجه التنمية بمنطقة الساحل على العموم. ورأى البيان في إقرار إنشاء القوة المشتركة خطوة حاسمة على درب استرجاع الاستقرار وإصرارا إقليميا ودوليا على المواجهة الحازمة لظاهرة التطرف والإرهاب. بمؤازرة إفريقية وأوروبية وأممية ولدت اليوم بالعاصمة المالية باماكو القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل الخمس. طويت إذن صفحة التنظير والتخطيط وبدأ العد التنازلي في اتجاه محاصرة وتضييق الخناق على الإرهابيين بمنطقة الساحل. باماكو بعثة موريتانية. تشهد ولاية أهدرير إنجاز العديد من المشاريع التنموية التي تستهدف دعم البنية التحتية للإنتاج الزراعي، وتتمثل هذه المشاريع في بناء منشآت قادرة على تكييف وتعليب التمور والخضروات وأخرى تهتم بإنتاج فسائل النخيل. بحكم اعتماد سكانها على النشاط الواحاتي، استقطبت ولاية أدرار مع مطلع السنة الحالية عديد المشاريع التنموية التي تهتم بإعطاء قيمة مضافة لإنتاج النخيل. ويعتبر بناء مركز تكييف وتعليب التمور الذي يشرف عليه برنامج التنمية المستديمة للواحات بغلاف مالي يزيد على 700 مليون أوقية، وبتمويل من الدولة الموريتانية والصندوق العربي للمال الاقتصادي والاجتماعي، يعتبر خطوة جادة على طريق ترقية منتوج التمور والخضروات في هذه الولاية. وسيوفر المركز قدرة تكييف وتعليب لخمسمائة طن من التمور والخضروات في السنة، وينتظر أن تكتمل أشغاله خلال الفصل الأخير من هذا العام. المشروع فكر فيه من 6 سنوات والله 7 وتبارك على دراسته، وذلك يرجع على كميات التمور اللي بدأت تختطف بالأسواق وبدأت مالي تخسر، وعدلنا الشنقل وتجمع النفع الاقتصادي وعاد يسوق التمور والخضروات. يا غير اللي شفنا هو غار من مصنع للتعليب، ويا الله يعود مصنع التعليب والتحويل والتصنيع والامور كامله للنوع والتبريد. منشأة أخرى قيد الإنجاز مختصة في إنتاج الفسائل الأنبوبية للنخيل رأت النور في ظل اهتمام الدولة بتنمية الواحات، اهتمام جسده قطاع الزراعة عن طريق برنامج التنمية المستديمة للواحات في بناء مركز يتواصل العمل في إنجازه بمدينة أطار، حيث سيمكن من إنتاج 100,000 فسيلة في السنة بتمويل من الصندوق العربي للمال الاقتصادي والاجتماعي بلغ أزيد من 126 مليون أوقية. كل هذه التدخلات لقيت التزمين والإشادة من قبل رابطات تسيير تشاركي لواحات أدرار. كان أمر كبير عند الساكنة، خاصة الساكنة الواحاتية على جميع المستويات، سواء على مستوى المياه تحكم في المياه من خلال السد الكبير، وسواء من خلال المختبر ومختبر النخيل، وسواء من حيث مصنع التمور الذي يعتبر ركيزة أساسية وهامة في تزمين الإنتاج. وهذه المشاريع اللي تعتبر الحجر الأساس في تخطيط البرنامج السياسات الحكومة وخاصة قطاع الزراعة والاعتناء بالسكان الريف وخاصة الساكنة الواحاتية، نعتبر عنها مكسب زمين وعنه مجهود كبير وقدم لهذه الساكنة، وعن كذلك المجهود اللي تعهد به الرئيس بالنسبة للساكنة أدرار عنه وفبيه. كل هذه المنشآت الزراعية ينتظر منها أن تعمل على ترقية إنتاج واحات أدرار التي تضم ما يربو على 1,200,000 نخلة، يقدر إنتاجها السنوي من التمور ب 34,000 طن سنويا. نشرتنا لا تزال متواصلة في ملفها لهذه الليلة، تتابعون
خريف العاصمة وموسم الهجرة إلى الداخل. أهلا بكم مجددا. أطلقت الحركة الشبابية لموريتانيا المستقبل أمس نشاطاتها من خلال تظاهرة نظمتها بالعاصمة نواكشوط، ويأتي إنشاء هذه الحركة حسب القائمين عليها من أجل خلق إطار تنصهر فيه جهود الشباب الموريتاني بغية تمكينه من المشاركة في عملية البناء الوطني. رئيس الحركة الشبابية لموريتانيا المستقبل وعضو المجلس الأعلى للشباب الدكتور المرابط والعيسى بابا أوضح في كلمته بالمناسبة أن الاهتمام بالشباب يتصدر أولويات برنامج رئيس الجمهورية الذي دعا في أكثر من مناسبة فئة الشباب إلى المشاركة في جميع الأنشطة السياسية من خلال الترشح في اللوائح الانتخابية كأفضل وسيلة لتجديد الطبقة السياسية وتحصيل العلوم التقنية والفنية من أجل النهوض بالبلاد نحو الأفضل. وأوضح رئيس الحركة أن التحولات الكبرى التي تعيشها البلاد في سياق دولة القانون والمؤسسات تفرض على الجميع خاصة الشباب مواكبتها بشكل فاعل من أجل المساهمة في العملية التنموية. تميزت فعاليات هذا النشاط بتقديم بيان وفيلم يحتوي على الأهداف الأساسية التي تصبو الحركة إلى تحقيقها على المديين القريب والمتوسط. توفر مدينة نواذيب بشواطئها الجميلة ومنتجعاتها السياحية فرصة لجذب المنتجعين والسياح الباحثين عن جمال الطبيعة وهوائها العليل. مع حلول فصل الخريف يزداد الإقبال على المدينة الساحلية وفنادقها مما ينعش موسم السياحة الداخلية بعيدا عن ضوضاء وصخب المدن. تشهد مدينة نواذيب خلال هذه الفترة تواجد مئات الأسر القادمة من مختلف أنحاء الوطن وبعض الدول المجاورة لقضاء العطلة الصيفية والتمتع بالمناظر الخلابة التي تتميز بها هذه المدينة الواقعة على شواطئ المحيط الأطلسي. كاميرا الموريتانية زارت منطقة كابانو التي تعد أهم الوجهات السياحية في نواذيب ورصدت انطباعات عدد من الزوار القادمين من بعض المناطق الداخلية. تجاي مشارطة جاي لا نقضي العطلة هنا تياه في نواذيبو، جاي الشاطئ الاستراحة والأجواء الباردة وزين والسياحة جيدة وزينة ونبقى المواطنين كاملين يجي هنا تياه تنين شوفها نبقى المواطنين كاملين يجي هنا تياه هذه المنطقة اللي زينة وباردة ومريحة خاصة أن الأطاري والليلات من الحمار اللي متين عليهم حتى كبانو تبارك الله زين ما شاء الله. الناس هنا تياه في نواذيبو زمن الصيف إن شاء الله تجيه كاملة هنا تياه رقايلة تقيل فيه هنا عند حمال عند دشرة حامية وتجيه هنا تياه الكبانة تستراح تجبر الراحة الجو ما شاء الله ملايم واللي ما شاء الله كما شفتوا تبارك الله الناس تجيه هنا تياه لافدة آلتها كاملة وتقيل هنا تياها ونبقى المواطنين كاملين اللي منهم يمشي يعطل شغل الخارج وذا يتكلف ياسم التكاليف وذا عنده وطن وفيه هون مناظر الحمد لله زينة تبارك الله وسياحية. الله يديها إن كبان عندهم زينة حتى والسياحة فيها زينة حتى أنا كانت ثلاث سنين دائما نسمع الناس ما شاء الله يقولنا زينة نجيت فتبارك الله ريت زينة ماني ما شاء الله بلدة تبارك الله والسياحة فيها زينة. أجواء سياحية رائعة تتمتع بها هذه المنطقة التي عرفت مؤخرا إعادة تأهيل مكنت من توفرها على البنية التحتية الأساسية، لكن رواد كابانو يطالبون بإيجاز المزيد من المنشآت السياحية الضرورية. أنا من سكان نواكشوط وجايهم دائما في العطلة الصيفية هي نواذيب. المقصد أن نجي هون بيت تبارك الله زين المناخ نشوف الناس كان مراقبة فيه يجوا من الولايات كاملة يجوا الأطار والزويرات وتبارك الله ما شاء الله نواذيب منطقة سياحية خصوصا قاعد المنطقة اللي قالها كابانو ونختار الدولة ندير مكان أماكن سياحية وتفتح محلات هون. هاي سياحة زينة حتى لأول مرة نجوا هنا تياه وراجعين عند جميع المواطنين مولي لا يندمجوا معاها منظر زين والأضواء مولي زينة ما خاسر فيش ما قطشيناها في الليل ولكن بعد شفناها لا منظر زين ما خاسر فيش. وفي المدينة تشهد الشقق المفروشة والنزل إقبالا كبيرا من الزوار حيث ترتفع أسعار الإيجار وتنشط الحركة التجارية بشكل عام طيلة موسم الصيف الذي ينتعش فيه القطاع السياحي في مدينة نواذيب. ومع حلول بشائر الخريف الأولى بدت توقعات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية مطمئنة بموسم خريف ممطر هذا العام. وقد أكدت الأمطار
الغزيرة التي عرفتها مناطق مختلفة داخل البلاد خلال الأيام الماضية صحة توقعات هيئة الأرصاد الجوية. تزامنا مع بداية موسم الخريف شهدت بعض مناطق البلاد تهطلات مطرية مبكرة، الشيء الذي يبشر بموسم خريفي واعد في شتى ربوع الوطن. وحسب مؤشرات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية فقد تم تسجيل تساقطات مطرية غزيرة على عموم التراب الوطني ومتفاوتة في المقاييس مقارنة مع نسبة الأمطار خلال السنوات الماضية في تلك المناطق. النتائج اللي حصلنا عليها حتى الآن تؤكد موسم طبعا مبكر في أغلبية المناطق، حيث سجلت مناطق الشمال بعض التساقطات المطرية، وطبعا مبكر بالنسبة للشمال، كما أن أيضا سجلنا كميات معتبرة في المناطق الجنوبية في الشهر السادس يونيو، وطبعا يعتبر مبكر بالنسبة للحالة العادية. بالنسبة للوضعية حتى الآن طبعا عملنا مقارنة هذه المجاميع اللي حصلنا عليها مع السنة الماضية ومع المتوسط، ولاحظنا أن المجاميع المطرية لهذه الفترة الوجيزة اللي بدت أنها تفوق بكثير المجاميع المطرية المعتادة لهذه الفترة من الزمن، وخاصة على بعض المناطق تقريبا عوينات الزبل سجلت 141.5، باسك 115.8، النعمة 98 ملم، طبعا كثير بالنسبة للفترة الزمنية اللي احنا هي ضركاتي. والتوقع الهيئة وفقا للتنبؤات المناخية ومتابعة لحالة الطقس هطول كميات من الأمطار خلال الأسابيع المقبلة. نتوقع بحول الله تعالى أن هذا الأسبوع أنه يشهد بعض التساقطات المطرية، لكن ستنحصر على المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من البلاد، خاصة مناطق عد البقرو، فصالة، باسكنو، والشريط الجنوبي من العصابة والحوضين وديديماقة. نتوقع كذلك أن تزداد نشاط الجبهة المدارية وتقدم نحو الشمال بعد 6 من الشهر، طبعا قبل 6 من الشهر السابع ستكون الوضعية منحصرة على الشريط الجنوبي. لا نتوقع أمطار كثيرة بالنسبة لمدينة المقصود في هذه الفترة الزمنية، لكن بعد ذلك نتوقع أن تتقدم جبل مدينة نحو الشمال وستكون التساقطات أعم، وستهم أيضا المناطق الوسطى وبعض المناطق الشمالية بحول الله تعالى. وانطلاقا من هذه المعطيات التي تنبئ بموسم خريفي مبطر، يبقى على الجهات المعنية أخذ الحيطة واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالتعامل مع الآثار المترتبة على التساقطات المطرية المتوقعة. دوليا قالت مصادر إعلامية في الجيش العراقي إن القوات العراقية التي تواصل عملياتها في مدينة الموصل منذ 14 يوما تمكنت من استعادة بعض المناطق الجديدة، وأكدت قيادة الشرطة الاتحادية قرب انتهاء عملية تحرير الموصل بالكامل من فلول تنظيم الدولة. الطريق إلى حسم المعارك الدائرة في المحور الجنوبي للمدينة القديمة الموصل أصبح قاب قوسين أو أدنى وفق مصادر أمنية عراقية. معارك دارت رحاها منذ 14 يوما كما أعلنت خلية الإعلام الحربي العراقية، وأسفرت عن استعادة منطقة مكاوي التي تقع قرب جامع النوري الكبير باتجاه نهر دجلة. في هذه الأثناء أفادت المصادر الأمنية العراقية كذلك أنها بدأت الأحد يوليو 2017 عملية عسكرية شمالي حي الشفاء في الجانب الغربي من مدينة الموصل بهدف استعادة ما تبقى من المدينة القديمة والأجزاء التي ما زال يسيطر عليها تنظيم الدولة، وتعد الموصل ثاني أكبر مدن العراق وقد سيطر عليها تنظيم الدولة داعش في 10 يونيو عام 2014، لتتمكن القوات العراقية خلال حملة عسكرية بدأتها في 17 أكتوبر الماضي من استعادة النصف الشرقي الأيسر للمدينة في شهر يناير الماضي، ثم بدأت في فبراير الموالي عملية عسكرية لاسترجاع الجزء الغربي الأيمن للمدينة. نصل الآن إلى ملف النشر الذي يتناول موضوع العطلة الصيفية والحركة المعاكسة من المدن إلى الريف التي ازدهرت مع حلول فصل الخريف وبدايات تساقطات الأمطار في المناطق الداخلية من البلاد. ملف النشر بعنوان خريف العاصمة وموسم الهجرة إلى الداخل، من إعداد الزميل أحمد ولندهمر.
المتجول في محطات النقل في العاصمة لن يخطئ الحركية الكبيرة التي تشهدها هذه المحطات في هذه الآونة المتزامنة مع العطلة الصيفية وموسم الأمطار في العاصمة. إذن المقام في نواكشوط هذه الأيام هو مقام حزم الأمتعة وجميع ما يقوم مقام هذه الأمتعة والتأهب الكبير للمغادرة. احنا واجين لعيون إن شاء الله ماشيين لا الأخريف موال الأخريف وتو ماشيين مخربين شورة هنا وتو في لعيون كنهم في نواكشوط تو جبرنا العطلة واجين لعيون إن شاء الله. الأخريف زين قالوا أنه بعد كيف إن شاء الله زين الحمد لله والله, والله ماشي خرب فينا شو نواكشوط ما زين عندي الحين لا راحة من عند البرودة وبس الحمد لله تجبرت الراحة سكت الحين تعا مع والدي وتو تعطتني راحة تو حكمته جبرت من عند الليل تعطتني راحة وفتت قلب الطب جبرت راحة أسبوع سو تعبتني إن شاء الله ماشي. ومواكبة لهذا المد المتزايد في عدد المسافرين هذه الأيام لقضاء عطلهم خارج العاصمة تقوم محطة النقل برفع سقف أهبتها وجاهزيتها للحدث عبر مضاعفة أسطولها للنقل وزيادة وتيرة الرحلات اليومية. بارمتين عليها بشكل ما هو معقول والكيران توفر منهم يوميا 15-16 ليلة الحوض وحده الزبون نعطوه وقت احنا نعاول 5 ونصلوا في المسيل ونفتحوا ذاك الوقت بين اللي معدين الزبناء الساتة تقريبا ياكلنا ننقلوه ونبدأ من الساتة والأول ما ماشي على روسنا نتم احنا وقوف نقرو يلقل لباسنا واحنا نديروا الدبشة ياكلنا نمشوا الناس في الوقت المناسب. الناس ياسر من نسافر للزمن به الناس الطاقة الصيعة قاعد بالحمان والفترة لك الفترة الخريف دائما الناس اللي بقيس بقيس القيطن والقيس القيس الخريف ومعاني الناس يجي دائما من الشمال ذاك قاعد قادم من الشمال من وادي سيرتو الخط اللي خط وادي بقيس الشرق إن شاء الله. معناه انكم تشتغلوا شغله كبيره للمياه. لا باس لا باس لا باس الزمن لا باس لازم حركه خالقه حركه خالقه الناس اكثر ماشي والله اكثر ماشي عن نواكشوط. رحلات متتاليه على ايقاع مضبوط الذهاب والاياب وذلك لنقل الاعداد المتزايده من المسافرين المنتظرين وهو ما يحتم مبدئيا إلى عنصر السلامة والأمان في النقل ما يستحق من محورية وذلك في ظل الارتفاع الكبير لنسق الرحلات اليومي وما ينطوي عليه من أبعاد مادية وتكسبية في هذا الموسم المعروف. نعانوا منه في الطرق الطرق وخاصة اللي بين بوتلميت وداك وبين بوتلميت ونواكشوط وهو اللي مسبب الحوادث والناس ضارك هي اللي هاجمة على الكرام ماشي وعد البوادي اللي وعد اهلوا قبل راحة واللي وعد الخريف واللي وعدها طاربين من علنها والمواطنين علن تعدلهم للتوري. هذا السائق يعود لتوه من رحلة من أقصى الشرق الموريتاني وهو الآن يتأهب ليعود أدراجه في رحلة مماثلة بفارق ساعات قليلة بين الرحلتين. ما شاء الله لا يجو أنا ضاري داخل الأدراج وراجع داخل دار الوقت وراجع معنا للناس ياسر ناس ياسر كمية مانعة وطالبين من الدولة لأنها تتلفت على المواطنين تعدلهم يطري. هذه الحالة المخلة بالسلامة والأمان في النقل البري استفسرنا حولها مسؤول المحطة المعنية وكان رده على النحو التالي. شوفير ما في شوفير ما في مدرسة صاحبه في بلو مازال هو يدخل تعبان والله نعسان ما يرقد في الطريق جاي ما استراح حاسس احنا لانه هو تعبان ندير واحده بلي بالشفاره بدنا نردوا له عادي هاي محافظه على المواطن. هكذا اذا يبدو المشهد العام للعاصمه نواكشوط وعند منافذ عبورها حمى الرحلات والسفريات تسيطر على الجميع الناقلين والمسافرين والجميع على استعداد لكل شيء باستثناء ان تمطر عليه السماء ثانيه الا وهو بين الاهل والاحباب في كنف الباديه الاصيله واجواء الداخل الناعمه.